عليكم من بيت البيت جا واحد من الصلاه راك لا مربح من الحلقه جا خد من اللي نفعك وستافد من الفراجه ماشي جيب يا لسان وقول ميزان الذهب عبر الكلام انت عندنا انا بتسبل ولاد البلاد من عندي سلام هنا جمع الفنان خد الكلام ودوق معانا ودار هوري مساوي نغمر بنبانا فن الحلقه زين ستافد وكون رزين فيها قريت سنين يبعث نوصل فين وفين فنانة وشعارة وكتاب جاو دقوا الباب خدوا المعنى صربوا من الواد وبقاو حباب الغافل عمر كرشو وخلع كلو في سحاب قابل غير الهضرة والزهود خرقي بالناب جمع لبنى عندي هي كيف كتاب نقرا بين سطور يوضح كاع الاصعاب بيد لحنا دقي ان شاء الله حلو الباب كمشي غير بح درتي حتى عييتي وفينا تفرجتي نسيتي حس المعنى واش طحتي لعبتي ونشطتي من مراكش نهلل كلشي مع عندي تعلم انا رمز مراكش والرمز ما يهان القصايد والغنى الحلقه غير كهنا الطروه دير بوكا النغمه مسبوكه عيسان وكناوي فنهم كلشي غاوي من القروبه هانا وضرب الفن العزاوي كلشي غادي جاي كلشي ضاحك ماش كلشي حاضر ناظر والما باقي عقلو قادر شوف صحراوي زاو الحنة وميكو فين غادي زربة ساوي وقف سمع المضمون باقي شلة فلون هادي جامع لي فادا والوجر فرحاني دوم خير عليكم مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم العلماء دمار. سعداء مستمعينا الكرام ان نرافقكم في عدد جديد حلقه جديده وساعه ونص جديده مستمعينا الكرام حديث على المباراه الوديه اللي خاضها المنتخب الوطني المغربي امام منتخب لاكوت ديفوار بابيجون اللي سالت بالتعادل الايجابي بواحد الواحد. اليوم ان شاء الله لعب الاولمبي الدوزيام ماتش اميكال ديالو مع 8 ماتش غنتبعوه مباشره على موج اذاعتكم غادي مخ بعد الهزيمه في الماتش الحبي الاول امام المنتخب العراقي بواحد الزر. اليوم لاعبين مع الدومينيك اليوم ان شاء الله ثاني وديه لاسود الاطلس ان شاء الله الاقل من 23 سنه وغدا غادي يكون الماتش امام منتخب ليبيريا بالملعب الكبير بمدينه اكابي. لو بلوز امبورطون دو الماتش اميكال امام لاكوت ديفوار
والخلاصات ديال هذه المباراه الوديه باش توصلوا معنا مستمعي الكرام. عليكم انكم تصيفطوا لنا الاسماس ديالكم على 5380 رساله وسط درام تي تي سي ولا كومونتير ديالكم فيسبوك واللايف لحلقتنا النهار اليوم. كابيتال وعز الدين عمارة صباح الخير. صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ صافا كلشي مزيان، وسلموا على 2.5 مليون الناس اللي تيتصنتوا علينا. صافا صافا الحمد لله. الحمد لله. حمزه بورزوق صباح الخير. صباح الخير كريم. صباح الخير بابي، تحيه لجميع مستمعات ومستمعي راديو مارس. الغوتور ديال عبد الصمد خدير مخرجنا في لا اف ام بعد رحله شاقه ديال إيفوارية، مهنه المتاعب، مهنه المتاعب. عاش الحياه عاوتاني قال لي في الفيديو. شقيقه ماشي شاقه. شقيقه خير مع راسه. الجاليه المغربيه تما تهلاو فيه، قال لي دوزت 3 ايام يا سلام. شي اللي عاودوا لي انا نوراك الواعره شنايا لانكدوت ديال ديبلاسمون شنو لو جور دو ماتش بين المغرب والكوت ديفوار. عبد الصمد عرفتي كيبقى كتخص بدا تقلب عليه من بعد حيت كيمشي يخبر كتبدا تقلب عليه. المهم هو كيدور في التيران الجديد كيستكشف كيشوف اللعبات، واحد الوقيته غيتسطح معامن على اللعبه ديال كوت ديفوار. يلا داخلين للتيران الامبيونس ديالهم بموسيقى وداخلين ناشطين وداك الشيء قبل الماتش اميكان. تصور معهم كاملين ما عرفت حتى واحد فيهم. والله قلت له راني نتصور مع كيسي يا صاحبي. قال شكون هذا كيسي؟ هما تيعرفوه، هما كيعرفوا عبد الصمد حيت كتشوف الابتسامه ديال كيسي. كيسي مع ماي الا بغيت نقول له هضروك على العلماء د مارس 100% اي واحد صافي. شكون هذا اللي دوي معك مع العلماء؟ تقولش لي ما تقولش لي يا محمد رمضان صح. قلت لك يسلموا لك العلماء، قال لك هما نمبر 1. اوه مانيفيك. ولكن كون سجلتها صاحبي، كون سجلتها، كون سجلتها. انتو كام يختي بوكو عبد الصمد شو المسلم محمد رمضان اللي كان في لو شو محمد رمضان درنا عليه ديف السيمانه اللي فاتت. اه وي داكور. تحية كريمة اختي كريمة في الإخراج على مستوى الفيسبوك، ودائما مع الإطار الوطني في المستوى الديجيتال العلجي. دائما مستمعينا الكرام حاضر معنا في حلقات برنامج العلماء ديال مارس. دراري قبل ما نبداو لو سوجي اللي غندو عليه اليوم، دراري كون نقصوا شي بروجيكتور على فكرة كيعمين ولا تا كيعمين. الله يجازيكم بخير. أو مصورين سكي يقولوا لي ديال رمضان سيت كوم. أو كما قلت لكم قبل ما ندو على العلجي، رجع اخويا العلجي البيض ديالك الصفر كيما اللي ضرب عليا الكود فار كيما اللي عيطوا معاك باغيين التلفازه وباغيين الفلوس. لا تقرب بزاف اصاحبي بروجيكتور تقرب بزاف. كما قلت لكم قبل ما ندو على الماتش اميكان امام الكوت ديفوار، اليوم ان جور سبيسيال فاس، ان جور سبيسيال الماس. وي اليوم سي لا دات دو كرياسيون ديال الماس. اليوم لو 10 اكتوبر يصادف تاسيس فريق المغرب الرياضي الفاسي فرع كره القدم. 77 سنه 77 سنه فيها دي تيتر بيان ايفيدامون، فيها دي جوار اللي دازوا المستوى الكبير واللي حملوا قميص المنتخب الوطني المغربي البطوله 4 ديال المرات. حمزه تصحح لي الا غلطت الله يجزيك بخير. لا كوب دو 3 4 ديال المرات ايغالمون. لا كوب دو كونفيدراسيون، كاس السوبر الافريقي، بالماريز الفريق المغرب الرياضي الفاسي. روجي انوار دائما متالق. جون انوار. جون انوار. علاش روجي انوار؟ شكون روجي انوار؟ محمديه. محمديه. لي جون انوار كما قلت لك دائما في تالق. وذكرى تاسيس سعيده لجميع عشاق فريق المغرب الرياضي الفاسي. دايوغ معايا جوج ديال الناس اللي داروا لي بوجور ديال الماس. واحد في التيران وانت في الاداره. واحد في الطياره. واحد في الطياره. حمزه تفضل. افكتيفمون خويا كريم، كنتمناو للجماهير المصاويه عيد ميلاد سعيد، وحنا واحدين منهم لهذا الفريق التاريخي اللي عطانا بزاف. بيرسونيلمون انا عطاني بزاف هذا الفريق، وهذيك المدينه عطاتني بزاف، وتاثرنا بلاعبين كبار اللي دازوا قدامنا وعاودوا لينا عليهم وجاو وساندونا. وكيف ما قلنا خويا كريم، انايا لي الشرف على انني انتميت لهذه العائله ومازال كننتمي لها. وعيد ميلاد سعيد لجماهير المصاويه. عز الدين ماس
شنو كتمثل لك الماسا جدي؟ ذكريات الطفوله، ذكريات الطفوله، بحيث الناس اللي في السن تاعي والاخوان اللي تيتصنتوا دابا سورتو لي زانسيان جوار وشي وحدين، انا مازال تنعقل ملي كنت صغير تنمشي عند واحد السيد سميتو سيد الغوتي. اييه راه الناس الله يرحمه سيد الغوتي كان المغرب الفاسد ديك الساعه، كانوا شي لي جون كانوا تيلعبوا بصبابط اللي فيهم الباريطات، ما بقيتش واش تعقلوا على صبابط ديال الجلد اللي فيهم ثلاثه الباريطات، جوج القدام واحد اللور، باريطه هي الطرف ديال الخشب هكا تيضربوا بالمسامر. داكور. ومازال تنعقل على السيد الغوتي بالطربوش حمر على باريطه وتيلبس برود كان. لا لا والله ما تلعبوا اييه بالعود، الصباط ديال الكره مش دابا الصباط فيه اوليو دي كرونبون فيه جوج ديال البلايك ديال العود، فيه جوج بلايك، واحد القدام واحد سميتو وفي اللور كاينه وحده، وسيد الغوتي طربوش حمر وبواحد سميتو واحد البلوزه رماديه، كان عنده عرفتي ديك الحديده ديال مول الصبابط، وتيجي وتيعاود الصبيبطات ديال لي جون وديك الشيء تيعاودهم تيدير لهم المسامر باسكو هذيك الباريطه تيتنكلوا وتيزولوا وتيبدلوا. الذكريات اللي عندي اوسي سي كو ملي كنت صغير كنت نغسل صبابط ديال دي جوار. داكور. بحال البوزيدي، مولاي ادريس، الدحماني، عبد العالي الزهراوي، الناس هادو كانوا ما تيلعبوش في شي تيران فيه الغيس وديك الشيء، تيدخلوا هما الفيسيار تناخذ الصباط انا وتنمشي نغسلو في واحد البزبوز كاين على عقلتي، جيت لابيسين ديك الجهه. هما هذه الذكريات تعقل سنين متعدده تعقل على كناير مدرب اللي في التيران كان عنده الكارو داير كيقولوا ليستوار كانت مع كناير ليستوار الجماهير ديال فاس ما عمرهم نساو هذا المدرب. لا ما ينساوش كناير كان السي عبد الله السطاطي تا هو داز، السي عبد الله السطاطي ولده كان تيقرا معايا في الليسي باسكو انا كنت نقرا في الليسي اللي لاصق في غنذكرو عز الدين اسمح لي قاطعتك غنذكرو بينه تدخل المدرب الصحة وي ها نذكرو بينه تدخل المدرب الصحة الناس الناشئة اللي كتسمع لينا بيان سور بيان سور صحيح سامحنا ايفيتي لو ماكسيموم يجزيكم بخير. لا غير تنقول لك المدرب كان ان بو سبيسيال العادات اللي كانوا في البونتوش شحال وتنعقل بالله دار شي حوايج اللي 40 عام بعد عاد وصلوا. وانا تنعقل على واحد الصديق نتاعنا كان معنا في الليسي سميتو السعيد الوداحي بدا تيلعب افون سونتر هو ردو اري الروا باش تعرف زعما ديك الساعه سابق وليد الركراكي وفاتش نعم سابق وليد الركراكي فاتش عرفتي راه مش حال وليد ما عمرو دار هادشي لا داروا في ماجي كوت ديفوار تماك سوقش ديال المزرعه ويطلع من الدراري ديك راه هو راه كان لعب باش شنو تنتفكر عاود في المغرب الفاسي المغرب الفاسي كان عندها من الاولين اللي كان عندهم واحد الكار صغيور دايرينو سبيسيالمون لي جوار وكنت تنجي للتيران الحسن الثاني وتنوقف على برا عاد نعاود لكم واحد النكته والله تنعاودها لكم قيل عاود حتى واحد الخطره. المهم تنجيو على برا وتيهبطوا لي جوار الماس من الكار وتيمشيو على ديك الحديد تيمشيو يدخلوا الناس يمشيو يدخلوا صحابهم وديما انا ما تيجي رضوان الجزار ما تيجي واحد من الدراري حميد الهزاز ماشي واحد اخويا حميد دخلني معاك اخويا حميد تيدخلونا وني نعاود لكم واحد النكته نعاودها لكم شحال هادي نتفرجي في شجره لا لا لا, لا. ما كانش عندي الفلوس باش نشري سميتو تيكي صباط صباط سبرديله انا كنت ديك الساعه كان بطاط يبيعوا واحد ما بقاتش لا مارك المهم كانوا تيبيعوا واحد سبرديلات وعندهم ديك القدامين تاعهم ديال البلاستيك عندهم ديك القدامين تاعهم ديال البلاستيك باش دير اشهار عز الا ما قطعتيش الظفر تيخرج لك انا ما انا ما كانش عندي الفلوس شنو درت خديت الفوتر ودرت هذاك ديك لامارك اللي دايره ديال السبع ما ماك سميتو هذاك فهمتيني مشكعل مشكعل فهمتيني رسمتي المشكعل فهم مشكعل وانا دخلت التيران وكان السي سعيد بالخياط الله يذكره بخير ومعاه عزيز التوزاني لامي دي سبورتيف عزيز التوزاني كان اول واحد اللي تيبيع التونيات والكواري وديك الشيء راه كان عندكم هنا بالدار البيضاء قدام السينما لانكس وقيلا مال قدام سميتو باساج سوميكا ولا لا باساج المهم هنا باساج عاوتاني برنس في البرنس
كنت شي اللي جات لواحد السينما كانت واحد السينما تما هو كان عنده المهم ما عليناش دونك انا ديز هكا هو عيط لي سي عزيز التوزاني ما عطوش مازال بالعمر ما قال لي اجي انت جيت لعندو قال لي علاش داير هكا علاش داير السبريلا هكا قلت له انا ما عنديش فلوس وتبغي تنبغي هاد لاماك دي قال لي عطيني شنو عطيني السميه والكنيان تاعك وديك الشيء دابا نصيفط لك واحد غادي مشيت نقلب على ستيلو ورقه ستيلو ورقه ستيلو ورقه البريمير ميتا ما تفرجتش والله غير تنقلب المهم مشيت قلبت ودرت سميتي ودرت كل شيء وتنتسنى عرفتي التريبين ديال الاستاذ حسن الثاني تهبطوا من ديك الباب ديال الحديد باش تيمشيو ليفيستير اللي على برا تنقول هادي هبط هادي هبط هادي هبط هو يهبط وانا دابت هكا عطيته الورقه وكل نهار تنهبط لابواط طوليت نشوف واش جاتني سبرديله ما عمرها ما جات سبرديله قبل خلينا مالكم مجروبين دونك عرفتي متى تكون صغير عندك 12 13 عام وتبقى في ديك الحلم دازت الايام 30 ans ابخي واحد الصديق نتاعي هنا الله يرحمه قال لي بغى يمشي يشري لبنته شي تروك ديال لابيسين البوني وهادي هادي قال لي مشيو عند عزيز التوزاني مشيت عند عزيز التوزاني وانا كنت عاودت للصديق نتاعي شنو وقع لي ايوا بقيت هكا هكا وقال لي ها سي عزيز هضر معاه انا قلت له لا صافي خلاص قال لي لا اش كاين قلت له ها شنو عاودت له هادشي اللي عاودت لكم قال لي شوف اولدي شتي المكازا قداش خذ اللي بغيتي الله ما كذب عليك مسكين قال لي شوف اختار اللي بغيتي خذو ولا راه 30 عام هادي راه خصني ناخذ المحل كامل كوم كوا كنت متى تعطي الوعود لشي واحد متى يكون صغير خاصك توفي بها توفي بها باسكو تيحلم بديك الشيء فهمتيني هو مسكين الا با في هو مسكين ما دارش بالعاني حيت هو اللي جا بروبوز عليك اه ده هو وقف نسى وقف هو وسي بالخياط تيشوفوا الناس اللي تيدخلوا وديك الشيء وعيط لي هو اللي عيط لي بوحدو زعما انا ما دونك هاد الذكريات كلهم مع المغرب الفاسي واحد النوبه كانت شتات تطيح وانا جالس في الكرياج جالس مربع رجليا بغيت نوض واحد الرجل كان فيها النمل ما بغاتش تسرع حتى نبكي قلت ولي هادي قطعوا لي رجليا تحيه مراد المتوكل اللي كيقول لنا بانه باسا سوميكا ونفاس مع سينما لوتيسيا ايوا سيدي ميرسي بوكو مراد المتوكل الصديق ديالنا استاذ تفرجت في الماتشات تري سلم عليكم واحد من الجوغ اللي لعبوا في الماس واخا فتره قصيره مي ابخي مشى احترف يعني ايفيدامون كندوي لاعب كريم قيسي تبارك الله جران جوار من الماس مشى روبين كازان لاعب الدولي ديالنا روسيا من الماس مشى الماس دوز مشى روسيا عجبني بزاف دوز معنا كوب دافريك واعره كوار اللي كانت تعجبني بزاف الموتور ديالنا في الميليو تاعنا سمعتيني اللي كانت تعجبني بزاف انا بديك الوقيته نتاع 12 13 14 الفرق ديال الدار البيضاء ملي تيكونوا جايين و تيسخفوا مساكن تيكونوا سخفانين خيفانين فرق الدار البيضاء كانوا تيخافوا يجيو يلعبوا في فاس علاش خيفانين اه وي باسكو حنا كانت الماس دابا تنعيط للوداد ماكينه ولكن الماس كانت ماكينه د السنان اللي عندها السنان فهمتيني بالمناسبه سي عزيزين تدويتي في هذا الموضوع هذا اخويا اسمح لي ما بقاش نقول لك خويا كريم ما بقاش يقول لك قهرتيني بخويا السي كريم انا اول مره وسي لاش صافي كريم لا السي كريم زوين اول مره في حياتي نشوف الفروق ديال الدار البيضاء كيشوفوا في الفرقه اللي لاعبه تتسخن باش كنا حنا كنسخنوا مع الماس ما عمرني شفت انا الوداد والرجاء كيديوها في الفرقه الاخرى كيشوفوا شكون اللي لاعب ولا ديما الفرقه الاخرى هي اللي كتدخل كتشوف ضد من لاعب ضد من لاعب هنا فاش كنا في الماس اي ماتش كنلعبوا مع الوداد والرجاء كنديروا في عينينا ها بنص ساعين كنلقاوهم كيديروا فينا شنو اللعابه ديال الرجاء كتبقى تفرجوا فيكم تسخنوا شكون اللي لاعب لا الدار لا ما شوف الوداد والرجاء كانوا تيجيو لفاس انا والله ما نكذب عليك كريم راه ربحناهم تما ربحناهم كاملين تما حمزه كلهم ربحناهم هنا كانوا تيلعبوا خويا وصاحبي ربحتنا مره الوداد والرجاء مره واحده جوج زيرو بجوج لواحد ولا واحد زيرو ديال الوداد لهنا لهيه ما تربحناش لهيه كريم انا كانت تعجبني ملي كنت ما تقدرش تشوف الربح وما تقولش يلعب الرجوي كيبقى يتفرج فيكم تسخنوا انا تنقول لك ماشي تيتشوف حمزه دابا شفت انت فين دورتي يا صاحبي الله يهديك صاحبي حيت انت ولد كازا وداد ورجاوي تيبان لك هذا الشيء زعما انا ماشي وداد ورجاوي لا ما يمكنش يكون وداد ورجاوي ما يمكنش الماس الماس قليله ما قلال ما فينا ما يتقسم زعما حنايا لا
لا لا ديك كريم لا ديك كريم كانت عندنا فرقه تتخلع كتخلع على الفريق كله كانت شنو راه شديناكم سلخناكم اخويا كريم انتوما كيف ما بغيتي تكون الراجل عليك ساكس متفرج بصح صح صح ما بغيتي تكون اخويا كريم شديناكم سلخناكم يا خضر يا احمر ولكن باش قويه بقى اللعابه كيتفرجوا فيك وقلت لك واحد دورتموند عاودت لك على انا نسي دونك راه تمايا اللي ما عمرني شفتها في حياتي عمرني شفت الوداد والرجاء كيتفرجوا في لادفيرسير تيقولوا شكون هما اللي لاعبين انا كنت نسمع بدا شي وحدين من الدار البيضاء ملي تيكونوا لاعبين مع الماتش ما تيبغيش يجيو تيديروا تيكونوا بليسي كاع هذيك سي اون اوتر ايبوك سي عز ديال انه كانت الماتش معروفه بلونجاجمون فيزيك ديالها صح لا دي ان المغرب فاسي سيتي القصروحيه ديال اللعب نتاعها ما حنا كنت تيكون عندك معنا خويا كنبقاو باقيين ملي تيكون عندك ملي تيكون عندك عزوز والدحماني والزهراوي في الوسط وعاتق واحد اليامات مني جا عبد الوهاب ومني كان لاكومب ومني كانوا عندك سميتو قيبس من جهه وعندك مولاي ادريس والبوزيدي والله لا دزتي دايرين دايرين زابي ما كانش ومخلين التازي والقزال القدام هو بو طيب انا رجعنا كريم تلعبين مع الرجاء في فاس ولكن هذا الشيء امتى غنعاود لك عليه حتى جيت الرجاء كان جي الرجاء كان برك انا مع رشيد في لاشومبر مع سليماني وتفكرنا واحد الماتش اللي كان شاد اونري ميشيل الله يرحمه الله يرحمه اللي كنا ربحناهم بجوج لواحد لهيد البيوت ديال تيغانا هذيك الرجاء شكون اللي لعب لعب شعيب مباركي لعب بوشروان لعب الرجاء الصالحي هاد السميات هادو اللي تنقول لك اخويا كريم راه وسليماني تندوي مع هذاك النهار هي سليماني انا لعبني حداه الطاوسي الطاوسي قال لي راه كاين كاين رشيد سليماني تمايا راه كيطلع بزاف سير انت حاول حمزه تسد لي هذاك البلايصه ومره مره سير لي حدا تيغانا يعني خدمه زايده ولاني خصني ندير هذاك الشيء اللي تيقول لونترينور وانا كنرجع كندوي مع رشيد قلت له رشيد تنقول هذاك النهار السي رشيد عطاني باش نشدك حتى ما طلعتي ما والو قال لي وفين غنطلع قال لي انت كاين انت وداك حجي تمايا وكاين هذاك حول نطلع نخلي التواسع مورايا قال لي تشدوني تبقاو عليا طق 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 ما فاتش تخيل معايا رشيد سليماني لاعب دولي الوحيد اللي كان كيدخل ليكيب ناسيونال من اللعابه ديال البطوله كاملين هو رشيد وي والله ما فات نص تيران اخويا كريم لا نقولك شي حاجه زعما هما اللعبه الاكستيريور اصاحبي واش بغيت الاكستيريور لا غتسطيوني بالله دابا ملي هضرتك على بيضاء وكنت جيو فاس كانوا مخلوعين ما عرفتش الحال زعما كنت عندك راه بعد ما الكره انتوما كانوا ما تيتغداوش كاع باش يبقاو يكونوا خيفانين باش يبقاو باش يبقاو خفاف ربط ربط ما لعبتي شنو ربط ربط حداك اسمعني ديك الدخله ديال ديك الدخله باش تدخل للتيران ديال المغرب الفاسي ديال حسن الثاني كانت واحد الميضه عرفتي ديك الميضه صغيره وتسمع ديك قراو 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 على عرفتي فراقي ديال الدار البيضاء تيسمعوا قراو 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 تيقولوا ويلي ويلي اليوم الركبه تاعي ما بقاتش اليوم التيبيا ما بقاتش شكون هذا شي بيضاوي تيطلع لا لا مراكش اللي جا شي كيشوفكم مالكم عاد قهرتوني حس بيه قهرتوني هادشي غير تحية الماسك حنا كنضحكوا ضحكوا نتمرضوا ناسو الماسك تبقى فرقه كبيره وانا ما نكذبش عليك لعابه كبار دازوا انا ما كنت نشوف الزاهد لعاب والعربي الشباك وعبد القادر الحارس المرمى وبينيني لا ماشي بينيني بعني معقل ما تعرفوش نتوما هادو شتي بعني قال قبط سميتو كريف ما خلاش يلعب واحد الماتش لعبوه هنا في كوب محمد سانك ما سميه كانت الويدان عندها فرقه عندهم فرقه لا كانوا ما كيتغداوش لا هما لا الراجل لا هما تيتغداو من بعد سي سالي الماتش سالي الماتش تحيه للجمهور ديال الماس وتحيه للوداديين والجمهور الوداد والرجاء تبارك الله لا لا خويا خلينا حنا بينا نديرو التحيه لبعضياتنا اخويا لا لا واش حنا شوف حنا فير بلاي كاين شي مشكل دابا تنضحكو شويه باش يخرج الزنقه يبقى الماس سميت المغرب تتسبق الفاسي اخويا كاين ياسر ياسر مغرب الرياض فريق ديال المقاومه فريق ديال الناس اللي وطنيين بزاف اخويا كريم تمايا ماتوا على البلاد فريق ديما كان كيشرف البلاد وحنا فخورين باللي ملي انتمينا لهذيك المدينه الكبيره وهذاك التاريخ ديال هذيك المدينه وصافي بليزير ما تجبد لي سوفينير بحال النهار اللي تنهضروا على سيدي قاسم ما تنهضروا على السطات ما تنهضروا على المحمديه فهمتيني صافي عرفتي ديك النهار سمعت سيدي سطات مع من لعبه لعبه مع واحد الفرقه بلا ما لا قلتها غنتسمى بحال طيحت منها قافيه الحال قافيه الحال قافيه الحال علاش لا علاش بقى فيك الحال اخويا لا
وصل حصدوما زرعوا النهضه السطاتيه هما اللي وصلوا كان عندهم واحد الحارس المرمى مشهور واحد الحاج ما فهمتهاش هاد الويكاند الدراري تايطولو الجباري 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 فين مشيتي بن زكري بن زكري لا هذا زعما كان مشهور باسكو عرفتي ديك الساعه واحد الحاجه ما كاينش هاد الويكاند سمحوا لي وحنا كندوي على لي زاماتور هاد الويكاند كتلعب على لي سبور ديال الفوس مع لازاري وجده واقيلا على ما كتلعب على لي سبور ديال الفوس شكون اللي كان حابس ليهم لي سبور ديال الفوس زهير العروبي ما فهمتش هاد اللعبه هادي انه يمكن له واش غتسمى لي سبور ديال الفوس عنده الا كان الاخر بليزير ماتشات الا بغى يعطيه ان ماتش دو بلوس حيت ماما كان مشى للفتح اوتو كونترينر دي غاردين دو بوت هو ما عرفش ما عنديش هاد ولكن زعما جيتي شوكي ملي سمعت اسبور فوس لعبه ما حبس لهم العروبي زعما عمو تلعب في البطوله الوطنيه وترينا بخميسات لا لاعب ولاعب ومدرب كاينه هذه كاينه لا قولوا مدرب ما يمكنش ما اسبور فوس ملي كتسمع اسبور فوس حبس لهم زوال العروبي اسبور هذوك ما بقاوش اسبور لا انت سي با ماشي اسبور هذوك هذا هو الغلط اللي كندويو فيه حنا اللي كندويو على الايفنت 3 تنقولوا اسبور ماشي اسبور لا ولكن علاش دخلناهم حنا الهوات لي زيسبور علاش شو الهدف من انه ولينا كنلعبوا لي سبور ديال الفراقي في الهوات باش ما يبقاوش يمشيو لك اللعابه اللي لا باش يديروا ماتشات في رجليهم ويلعبوا شامبيون باش الدراري الصغار يلعبوا لا باش يدير ان سبور يطلعوا مع ليكيب بريمير انت تقول باش ما يبقاوش يمشيو لك ليبر ولا يديروا فرقه ريزيرف مثلا ويلعب فيها مثلا كاع اللعابه ليكيب بي ديال سميتها اسبور يديروا اون ايكيب ريزيرف واش غتكاليفي 23 لعاب اللي طالعه من الاسبور غتكاليفيهم سنيو لا واقيلا شحال ديال الفلوس حمزه واقيلا ديك لو جون هذيك 8 ديال اللعابه هذاك لي جون اللي خصو يحبس معاهم واقيلا تيديه ليكيب بريمير باش يشوف ليكيب بريمير كي خدامه وكيفاش تيخدموا وديك الشيء سي بوسيبل اوسي سي استراتيجي باش ما يمشيوش لهم اللعابه المهم المغرب الفاسي ماس احنا كدوينا على المغرب الفاسي اول 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 فرقه اللي كانت عندها لومبيونس بالنفار والبنادر دان 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 طيب هي ضربت خطا هادشي اللي كاين شتي الله يحفظك لا صافي الله يسديرها بالله ولا هنا هنا اون في لو كلوني لا لا طيب هي ضربت خطا تقزا تقا هادشي اللي كاين عرفتي تدخل الماتش تسمع بوم 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 هي هادي هي هادي بوم 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 عرفتي تجي الكوفرة كتسمع صافي بحال ويلي هاد ماركات خصو الجمهور تيبدا يدعي معاك باش تكون رابح بواحد زيرو وباقى شي جوج دقائق بدا تسمع الله الله يا ربي الله الماس في عار الله تحية كبيرة جمهور ديال الباس كاع لي بريزون دازو في استوار ديال الماس لعابة ديال الماس بيان سور جميع المكونات ويسامحونا الاخوان اللي ما هضرناش عليهم باكتوم باين تاكناوتي سي محمد بونو كتعيطوا له سي حميد خراق الأشابي سي محمد الأشابي وسامحنا الناس اللي الله يرحم السي العزاز والسي حميد فهمتيني هاد الناس هادو كلهم اللي دوجو كاع المصاويين والله يجيب الشفاء لجميع الناس مجيدو اللي كيبغيو الماس وتحية كبيرة للتاريخ وجمهور عبد الله جميع مكونات فريق المغرب الرياضي فاس غادي نواصلوا مستمعين الكرام اون ديديكاس جمهور ديال الماس فاصل إشهاري الموجز ورجعوا ندوي على الماتش اميكال المنتخب الوطني المغربي امام منتخب لاكوت ديفوار ساتش أكتوبر استفدوا من الرشارج 22 على التعبئات ابتداء من 30 درهم ومن الرشارج 15 على التعبئات من 5 إلى 25 درهم للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma اتصالات المغرب عالم جديد يناديكم الجولة الأخيرة من إقصائيات كأس أمم إفريقيا ساحل عاج 2023 مباشرة على راديو مارس المنتخب المغربي غادي يواجه المنتخب الليبيري كرة عند لاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي عند يحيى عطية طلان غيسونطري لابال بالسونطري يحيى يوسف الزيران جول نهار الثلاث مع تميدي العشية بملعب الكبير بأكادير مباراة
مباريات البوندسليغا الألمانية على راديو مارس. ننقل لكم كل سبت على الساعة 5:30 مباشرة أقوى المباريات عن الدوري الألماني بشراكة مع مؤسسة دوتش فيلي. موسم يعد بالإثارة والتشويق. بروسيا دورتموند، لايفزيتش وباير ليفركوزن يسعون لوقف سيطرة باير ميونخ ونجومه على اللقب. متعة البوندسليغا ننقلها لكم كل سبت حصريا على راديو مارس ومؤسسة دوتش فيلي. الأخبار الرياضية. أهلا بكم. وصلت أمس بعثة المنتخب الوطني لمدينة أكادير عائدة من الكوت ديفوار بعد مواجهة المنتخب الإيفواري وديا، مباراة انتهت بتعادل الإيجابي 1-1. وليجي العناصر الوطنية اليوم آخر حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة المنتخب الليبيري برسم مؤجل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023، مباراة مرتقبة غدا بملعب أكادير الكبير للساعة 8 مساء. تم يوم أمس تقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني سيدات خورخي فيلدا رودريغيز بسلام، لأكد أن كرة القدم النسوية المغربية ينتظرها مستقبل مشرق وواعد. كما أشاد الناخب الجديد بالبنية الرياضية في المغرب وخاصة مركب محمد السادس لكرة القدم والتي ترقى إلى مستوى العالمي، مبرزا رغبته في إرساء فلسفة كروية تشكل هوية لبؤات الأطلس. وذكر المدرب الجديد للمنتخب النسوي توج مؤخرا بلقب كأس العالم رفقة المنتخب الإسباني في مونديال السيدات لكاف أستراليا ونيوزيلندا. فاز المنتخب الوطني المواليد 2008 بنتيجة هدف نظيف المباراة الودية اللي جمعته أمس بالمنتخب السنغالي، وسجل هدف المنتخب الوطني في لقاء يوم أمس لإتقام بملعب المركز التقني جيل فرانسوا بوغاندي دوتوب بابا بمدينة داكار اللاعب كريم الحمداوي أمين في الدقيقة 18. فالختام تواصلت أمس مباريات الجولة السادسة من منافسات البطولة الوطنية في قسمها الثاني، ولعرفت التعادل لهدفين مثلهما في مباراة رجاء بني ملال شباب المسيرة. أولمبيك أخريب كان هازم أمام راسينغ البيضاوي ب1-0. الكوكب المراكشي انتصر ب2-1 على أولمبيك تشيرة فيما خيم التعادل السلبي على مباراة الدفاع الحسن الجديدي والشباب أطلس خنيفرة. مازال ما نسيت جلساتي فاس خلعه وزريع الكاس ولا عين الكحلا يا ناس كيجرحوا الكوبيد كل شي بالقاعدة. مازال ما نسيت جلساتي فاس خلعه وزريع الكاس ولا عين الكحلا يا ناس كيجرحوا الكوبيد كل شي بالقاعدة. ديك الجلسة مع غزالي زين العبسة تقول صاري وسط المرصة مشينا نوري أكل شي بالقاعدة. جيت شوفهم في واد الزيتون عذاب العاشق مغبون لا عقل يضحالهم فتون في القلب وكيد كل شي بالقاعدة. لبسة لبسة العجمة قدها مربوط والقمة سقها في جريدة كل شي بالقاعدة. زي ما نسيت الجلسة
جيت شوفهم في وادي الزيتون عذاب العاشق مقبول العقل يبحالو فتون ولا قلبو كيد كل شي بالقاعدة هم بيتنكيدا كل شي بالقاعدة لبسة لبسة نعجمة قدها مربوط والقمة سقها في جريد كل شي بالقاعدة ولا عينك على يا ناس بجرحوا الكوبيد كل شي بالقاعدة للدار البيضاء يعود في النسخة 14 وغينطلق من المركب الرياضي الأمل نهار الحد 29 أكتوبر الساعة 7:30 صباحا. اختاروا بالماراثون نصف ماراثون مسافة 10 كيلومتر أو سباق الأطفال اللي غيكون مفتوح للعدائين صغار اللي كتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عام نهار السبت 28 أكتوبر. تحداوا أنفسكم وشاركوا في مبادرة مواطنة بحيث غيتم التبرع بجميع مداخيل بيع صدريات لضحايا زلزال الحوز. للمزيد من المعلومات قوموا بزيارة الموقع www.wikazablanca.com/marathon أو وسائل التواصل الاجتماعي في انستغرام وفيسبوك على ماراثون انترناسيونال دو كازابلانكا أو اتصلوا بالرقم 05-22-22-77-45. رجعنا معكم مستمعينا الكرام 11:09 دائما في الاستماع الغاديو مارسي دعمي في الرياضة وموسيقى برنامجكم العلماء دمارس. نمشيو سيدنا الحديث على الماتش المباراة الودية اللي خاض المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب الإيفواري 1-1 النتيجة النهائية للمباراة. أول سؤال واش كنستاهلوا التعادل أمام كوت ديفوار؟ نو المدرب قالها كنستاهلوش التعادل وكيبقى ماتش بريباراتيف أخويا كريم خصنا نوقفوا فيه على نقاط القوه ديالنا ونقاط الضعف واخا حنا بان لينا نقاط ضعف هذا الماتش هذا ميكرو حمزه بات لينا غير نقاط ديال الضعف الا كان على حساب هذاك الشيء اللي تفرجنا فيه اخويا كريم هذاك الشيء تيخلع سانسيغمون اسكو ميريت لو نول راه تيبان لي خصنا ناكلو الصوبه باش ناكلو الصوبه عاوتاني الدراري الصغار لا تفهم الفكره بعدا تفهم الفكره الوليد الصغير ما تيدير البسالات وما تيكون سميتو تتقول له خصك تاكل الصوبه باش صح العدس لا فهمتيني تقول له الصوبه واش دابا لا مخروج يا سي عز الدين ولا شنو انا بان لي
جوي راه بان زعما ملي تتشوف كيسي وفوفانا اش داروا في الوسط بوحدهم سيرتو فوفانا فهمتيني وتتشوف بلا اون ان ديفيسيت فيزيك بور لا كوب دافريك ميلو تيرا ما قدرش يزيد ما قدوش يحطوا رجليهم ما كاين لاطاك لا هادي الدراري تيزولوا رجليهم خيفانين باسكو لا بويسونس ديال الاخرين قدامهم مي ابخي كون تجي تحلل الماتش وليد الركراكي ما خلى الصحافه ما تقول ما لعبناش مزيان ما نستحقوش التعادل خسرنا كاينين 10 الفرق اللي يمكن لهم يديو لا كوب دافريك دار ملخص كبير وقيل سمعنا احنا في الصباح لا ولكن حتى وليد حتى وليد في الماتش انا عصبني اكثر من اللعابه اسمحوا لي لا بلاتي احنا باش لونترينور الماتش كما جالس فوق كلاسيير اسمح لي ولا شنو الميساج وصلتي للعابه ملي انت اونترينور باك فوق كلاسيير شنو الميساج غتوصل بنا مقصرين ماتش اميكال بنا مقصرين هادشي اللي جاب لي انا كنتفرج في الماتش التلفاز هادشي اللي فهمت ما عجبكش مدرب وبارك ماتش كان بارك فوق كلاسيير شنو الميساج اللي غتوصل للعابه بحال هكا انت بالنسبه لي شنو الميساج بالنسبه لي نلعب ماتش اميكال لا ماتش اميكال ما لقاش الحل لا ما لقاش حمد دقيقه زيرو راه من دقيقه زيرو بارك فوق كلاسيير الماتش كله لعبنا وقيلا واحد الخمسه مع 10 دقائق اللي لعبنا اون سيركول لو بالون اش من الحل هجومي زعما سي اس دي ما لقاش الحل كاع كلشي كوب دي موند ما لقاش الحل ثماني الحل كلشي كوب دي موند كاع ملي كنا كنربع ملي كنا كنتاهلوا الناس فرحانه ولوفوري ما كانت المنظومه الهجوميه ديالنا ما خداماش شنو مال ديما حنا تنقولوا اش لا كوب دي موند دابا ديما عطوني البيوت اللي ماركينا الدراري ارضي زوطومات عطيونا دزنا دخلنا عطوني قول لعبنا السيستم ديال جيل عملنا لاتاك رابيد كنا ناجحين فيها عطوني كنا ناجحين فيها طريقه باش تلعب تلعب لاتاك رابيد ماركينا كوليكتيفمون كلشي دي انديفيدواليتي راه نعاودهم لك كاملين البيوتا كاملين يا دي فوت كيعطيهم لينا لادفيرسير وكنستافدوا منهم يا كنمشيو في لاتاك رابيد بدي انديفيدواليتي ديال زياش ولا نيمبورت كيل جوار كنقدروا نماركيو لا جو بونس انا اللي غير هو اللي عجبني السي عز الدين في لاكوب دي موند هو ادوبتينا واحد لو ستيل كنا فخورين به ما كناش كنستمتعوا بالكره اي نعم ولكن كنا كنستمتعوا بالطريقه اللي كنا كندافعوا بها وكنا تنقولوا فوالا ولا عندنا واحد لو ستيل خاص بينا كيدويو علينا الناس في العالم كامل بان هذا المنتخب صلب عنده واحد المنظومه دفاعيه قويه حنا فرحنا بهذا لو ستيل ادوبتينا ما تجيش دابا تقول لنا هذوك الناس اللي كيصحابهم راه غنديروا اللعب ديال البرازيل حنا ما عمرنا كنا كنصحابوا راسنا برازيل ما عمرنا قلنا حنا راه برازيل وحتى الا بغيتي تمشي تلعب مع البرازيل باللعب ديالهم راه يشدوك يعطوك قتله وي حنا نهار ربحنا البرازيل ربحناه بالستيل ديالنا دونك حنا انا ما عرفتش وليد لمن كان كيوجه داك الميساج واش للجمهور المغربي لانه ولا كان كيوجهه لينا حنا كجمهور مغربي حنا عارفين راسنا افريقيا عارفين راسنا فين كنلعبوا عارفين راسنا شنو كيتسنانا يمكن هو كان كيوجه الميساج شي وحدين اخرين ازدين شوف انا اللي تيبان لي بلا سيليكسيونور ولي جوار اول خطره عرفوا بلا لافريك قضيه حامضه وي زعما الا لي جوار في هذا الماتش هادو ما فهموش بلا لي بروشين ماتش خصهم يتلعبوا بشكل اخر وبطريقه اخرى ومونتاليتي وحده اخرى وبواحد القتاليه بشكل اخر فهمتيني راه ما يمكنش تلعب راه ما يمكنش راه ماشي لو جو دو سالون اللي كاين في اوروبا سي با لا ميم شوز هادشي تنقولوها سنين متعدده وحنا تنقولوا هادشي ابخي حتى هو خصو تنظن يزول العاطفه يزول شي دي كونفيكسيون هو هذا البيت القصيد يزول دي كونفيكسيون اللي عنده و اداش الخواطر واليد ما فهمتيني الخاطر ماشي الخاطر ما تلقاش بلاصه لواحد اللي ما عندوش بلاصه لا شوف هو شي حاجه هو مازال مقتنع بشي حوايج بهادو قناعات قناعات تيكونوا قناعات فاشل انا ما نجحتش راه شنو مزراوي مسكين كيدور مسكين بقى فيا انا مزراوي كيدور ماشي هو انا بقى فيه مزراوي كثر ما بقى فيه المنتخب لانه مزراوي مسكين مولف يلعب فواحد الطريقه مولف يلعب ان كوتي جيتي دو جوغ لون دو ما حطيتي مينوت تري ريكوبيراتور شنو بقى كيدور مسكين لعبتي به ماتش قبل تما وكنا كنقولوا راه دوز ماتش كبير ولكن لعبتي مع كاليبر كبير وسد الخصاص اللي كان خصو يتسد ودابا قبل ما يتبدا الماتش كنا كنقولوا احسن ولكن لعبتي مع كاليبر كبير بان بان انهم زعما لا هو ماشي يلعبش في البايرن لا هو ماشي باسكال لعب فلاكس ما لعبش مينوت تيرا بايرن لعب فلاكس ديال لا ديفونس ما لعبش مينوت تيرا لا وحنا ما كناش كنقولوا راه في البايرن لعب راه كان كيلعبها في لاجاكس
راكش واش تيب كيدور ماشي اش كيدور؟ وهنا ملي كنت كنقول لكم المناخ والطقس وداك الشيء ولي كنتو تقولوا لي لا اسمح لي راه علينا وعليهم علينا وعليهم سمح لي باش علينا وعليهم راه هما لاعبين في بلادهم كريم اش من عليهم راه كلهم كيلعبوا في اوروبا ما بقاوش لما بقاو ساكنين بلادهم راه كيلعبوا في اوروبا صاحبي راه مادابطين مع الكليما ديال بلادهم راه كيجيو عايشين تما اكسكوز هادو حمزه لا ما يجيش تما اكسكوز هادو حمزه اش من اكسكوز هذه كيبقى راه وانا كيجي بلادو في ماتش ضد فيفا مشى ب 16 عام و 17 عام مشى تفرجوا الدراري راه تفرجوا الناس تفرجوا بعينيكم اللعبه ما قاديش يزيد وما قاديش نفسه لا 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 شفنا فرقه موتيفي على فرقه ماشي موتيفي بور سو ماتش شفنا اون ايكيب موتيفي مع كوت ديفوار واش الكليما ما كانش عندها ما كانش عندها وما لعبوش كوب دافريك ما كانش اهلوا الكوب دي موند حنايا وصافي ما بقاش لعبوا الكوب دافريك بريباري اخويا كريم سور لو بلون مونتال وفيزيك وتاكتيك كلشي ما تقولش لي ما لعبوش اخويا كريم على حنا ماشي افارقه حنا قلنا لك لو كونترير حتى حنا افارقه حتى حنا عندنا اي فوغ دي جوغ اللي كيلعبوا في لافريك وهذا سي ان اوتر بوين خصو دوي اي فوغ دي جوغ اللي قاد على لافريك اللي ضارب الثمره ديال لافريك واللي عارفين بحق لافريك اما تدخلهم لا مونتاليتي ديال لافريك فهمتيني باسكو انا ميتان شوف الميلو تيران كلا كلانا كلانا الميلو تيران ربحنا حتى دويالا صاحبي خصنا الميسكلي والجو ديال الناس ميسكلي ماشي ميسكلي خصنا باش نقول خصهم ياكلوا الصوبا زعما تنقول ياكلوا الصوبا راه ربح خسرنا لي دويال اللي في السما خسرنا اللي في الارض خسرنا كاع اللي وسط منهم ما بينهما حتى هما خسرناه ديك اللي كتكون بومبيا كيجي واحد ديال الكوت ديفوار كيديها كيدوزوا لينا من جناب كيدوزوا لنا من لاكس انا ما كنقدروش نصنعوا هجمه هادشي اللي شفنا هادشي بالله ديك الجلسه في لا غلاسيير دار راه كنتي رومبو بين الماكينه بزاف لي موفيز باس لي ديشي لي موفيز كوفرتور انا بغيت نحيي واحد الوليد هو عطيت الله بغيت نحييه سانسيرمون حيت مسكين حارس ما كانش تيديروا لي كوفرتور خلاه بوحدو تما من سوء الحظ ديالو على انه اللعب ديال لا كوت ديفوار تركز على الجهه اليمنى ديالهم ايوا حارس اللي قدامه ما تيجيش يكوبري معاه ما ماشي حارس بوحدو عندك املح وعندك يسايس حتى هو خصو يدير لا كوفرتور سايس بور مو انا راه تنقول لك ما بقاش عنده بلاصه في ليكيب ناسيونال باسكو لو سول جو سمحوا لي ما بقاش عنده بلاصه في ليكيب ناسيونال سايس ولاو كيدوزوا لينا من الوسط اصاحبي تخيل معايا لو سول جو اللي لعب هو هذيك عدلي عدلي الوليد حارث هو في لا بريمير ميتون تعطيت لا كان زوين الدراري تعطيت لا كان زوين شويه واخا عنده لعب زنخاوي انا ما بان لي حتى شي واحد انا بالنسبه ليا ونحي فقصوني دابا زيد عليه املح ونحي ما كانش شوف دابا حنا تنجيجيو حنا تنجوجيو شكون اللي يمكن له يلعب لا كوب دافريك شكون اللي يلعب الجو ديال لا كوب دافريك ديال بديك سميتو راك شتي راك واش لانتونسيتي وهذاك لونغاجمون واش ما كاينش في اوروبا لا ماشي بحال ماشي بحال هنا لي جوغ سون فيزيك شتي ديال سميتو وي عندهم دي جوغ تري فيزيك تري فيزيك وناحي راه فهمتيني ورا قلناها كنا كنقولوا هذه التكنيك ديال وناحنا كنقولوا لافريك سي اون اوتر استوار سي نور لعب اخر وانا تنضرب ديك الجلسه وغادي يدير 20 باس 30 باس وغادي يدوز راه ما كاينش هادشي في لافريك ديك الجلسه اللي جلس فوق لا غلاسيير بحال اللي قال لك راه هي اللي كان تيراجع الاوراق وتيقول فين ماشي شنو خصني ندير واش داتو الدوخه واش داتو الدوخه واش خصو يبدا يقول واش هادو هما اللي صالحين لي واش ماشي هما اللي صالحين لي واش هاد الطريقه هي اللي صالحه واش ماشي هاد الطريقه اللي صالحه واش هذا خصني نزولو وندير واحد اخر دابا راه فهمتيني هو راه كان جالس وفيلم دايزلو في راسو هادشي اللي كاين السيس فهمتيني راه فيلم كبير دايزلو في راسو ديجا متراجع في الهضره نتاعو بعد لا كوب دو موند هضرنا عليه انا نرجمع قلت لكم ما شفتوش كيفاش غير الهضره نتاعو ولا صافي وراه كاين عجرات فراقي يمكن لهم يديو لا كوب وهادي وهادي صافي فهم يا من بعد ما كان كيقول حنايا الا كنا غنتكلاصاو مع الاولين عالميا راه خصنا نكونوا الاولين بعدا في القاره ديالنا ماشي سهل دونك سي ايفيدون باش تكون انت الاول في القاره ديالك تيبان لي ان ماتش ان نو با اوبليي باسكو الناس تيقول لك ماتش اوبليي ماتش اميكا ان لا 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 هذا خصو دروس هذا خصو دروس هو ما خصوش ينساه ما خصوش ينساه حنا نساو حنا نساو كاجمون لا ستوب هذيك القناعات اللي كانوا عندهم بوتيت خصهم يغيروا القناعات نتاعهم شي حوايج فهمتيني بوتيت في لو سيستيم ديال اللعب بوتيت في الطريقه ديال اللعب بوتيت في دي جوار دابا ناقصنا شكون ناقصنا اوفيسيالمون ناقصنا امرابط زياش وزياش بوفال وبوفال هادو خصنا جوار ديكسبيريونس السي عزدين شي وحدين اللي عندهم مناعه ومناعه لافريك كتبغي مناعه انا راه مش راه كاين قاتله تبغي مقاتله وي كاين اللعابه باقيين عندنا اكسبيريمونتي باقي كيلعبوا في فرقهم عندنا نور الدين امرابط عندنا يونس بلعنده عندنا واش
ما تبقاش تقول لي لاج وتقول لي غنكون و2025 وهذيك الهضره هي ما تنبغيش نسمع انايا. تري قراو كي كومونتير اللي بغى يكون يمشي يمشي لو 19 لو 20 دابا دار ان غون ماتش. كاين كومونتير حمزه الله يخليكم تري كاين كومونتير باش راكم معنا. ما كرهناش الناس افكتيف الناس اللي متبعينا يصيبطوا لنا دي كيستيون يصيبطوا لنا شي اسئله. تحليلكم جاد حكيمي تحليلكم لهذا الماتش بعيد على الواقع حللوا بدون عاطفه. عبد المولى بريوي كفى من التحامل على المنتخب والمدرب هذه مقابله وديه علينا الحكم على المقابله الرسميه. محمد ابراهيم عطيت الله تصر وزعم بزاف وخلى لنا الشارع وراء لا عطيت لك مزيان حارت لي ما كانش كيعاونوا بزاف حارت لي ما كانش كيدير لو غول ديال يوسف قادري الركراكي مدرب ذكي جدا والله كيبيع العجل الفرق الاخرى خصوصا من الصحافه سقط الهضره ديالو باقي ما غاديش نفهمو حتى كاس امم افريقيا ان شاء الله ان شاء الله غادي يكون في مربع الذهب هادشي بغينا نحب نديها كاع غادي بلا كيسيون اللي عندك كريم نكمل عافاك لي كومونتير عافاك الله يحفظك حسن كريم الركراكي صعيب عليك تحل اللعب ديالو بارك عليك البطوله ممكن يمكن سيمو سيمو من حقهم من حقهم صحي العاج واجهت اكرد محسن بوفان نيف اكرد ميور جوغ دو ماتش نيف اكرد من عند وفاء الحدادي ايت الحاس صديق مدرب ما تعرفش يحط اللعابه ويغطي المساحات دوتر كومونتير نحاول نقرا اللي ما فهمش السبان بيان سور نحاول نقرا غير ما فهمش السبان كل الدعم لوالد الركراكي ادم العد اديني شنو دبوش اسكو لا بريستاسيون دو عطيه الله وزا بلو وي personnellement oui non personnellement oui non parce que ما كاش اللي عاونوا في الكولوار عطيت الله ضرب سمره بوحدو عطيت الله حيت حارت كان كيلعب اوفنسيفمون كيشد هكا داك اللعيبه ديالو ديال ويكروشي ويدخل على الكوشي على اليمنيه ديالو مي ديفونسيفمون عدب عطيت الله وهذا وجهه نظر ديالي والله اعلم انت بالك بينه كان اكوتي دلا بلاك عطيت الله وي حتى في صناعه اللعب حتى عطيت الله ما كانش لاقي دي سوليوشن عطيت الله il a perdu beaucoup de ballons. Oui, mais je veux dire, tu as dit que les gens ont fait des choses. Pourquoi les gens ont fait des choses? Parce qu'ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Donc, il a pris des choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un côté défensif et un côté offensif. راه حكيمي حتى هو كيطلع بزاف كيطلع بزاف اللي قلتي واحد الوقيته قلتي ديما الروتار لا اللي قلتي لعبوا بزاف على الكوتي تاع عيط الله من سوء الحظ علاش باسكو الا لاحظتوا واحد الوقيته حتى السيليكسيونور كان تيعيط الامين حريت تيقول له امين ولا ما ولي عاون كوتي وي فهمتيني وانت راك عارفه اخويا حمزه ان ديفونسور متى تجيه لافاك الاولى والثانيه والثالثه راه بعد النوبه تي تلب شي شويه فهمتيني كيفاش راه تي تلب شي شويه يعني ما تجيش انت تشد له الطريق لواحد اخر اللي ديما دايزين هما من تما وتيجي من تما كان تيجي ديك فوفانا راه تي فوفانا تيجي من ديك الجهه فوفانا ديال كيتي كلهم كيتناوبوا عليه تما انا تنظن بالله هذا الماتش مزيان وراه صرح بها حتى هو صرح بها وصرح انا قلت لك راه ما خلاش للصحافه داكشي كله قالوا الصحافه قال لك اون ميريت با لو نول لو بوزيتيف هادشي كله هو ذكي تيقول لنا داكشي اللي بغينا نسمعوه السي عز الدين هو معروفه في هاد القضيه هادي معروفه في هاد القضيه واش غادي يخرج يقول لهم كنت مزيان ايوا راه كاين شي وحده يقول لك معروف هادشي هو تيقول لك داكشي اللي بغيتي تسمع لا ماشي اللي بغيت نسمعه اللي شفت بعيني ما كذبش هادي تري امبورطون اللي عجبتني بزاف فرقه ما لعبش مزيان خسرات بزاف لي ديوال بزاف خسرات الكواري خسرات كل شيء شحال من نوبه تنسمع هنا والنتيجه هي اللي مهمه كاينه السي كريم تنسمع هذا الشيء هذا الماتش لا غير تنسمع هذه القضيه زعما تجي دير واحد ملخص وتعرف بلي ما لعبناش مزيان بزاف ديال المشاكل بالنسبه لينا حنا بيناتنا سي با لو ستيل باش نلعبوا لا كوب دافريك ماشي بهذه الطريقه هذه اسمح لي السي عز الدين ندخل لك في هضرتك من لا كوب دي موند عام دابا يبقى لنا شهر باش نكملوا عام باقي حنا كاع ما خرجنا من هاد لوفوري اعطيني شي حاجه تزادت تصلحات في ليكيب ناسيونال لا ما شوف ميمكن لك حنا تنوليو اللور لا بلاتي ميمكن الساعه راه تنوليو اللور اسمعني ميمكن نهار سالينا كوب دي موند وحنا اللور شوف ميمكن لي نقول لك واش شي حاجه تصلحات اما ما تصلحاتش ما نكذبش عليك
لا منظومة هجومية باقي ما تنوصلوش. دابا ولينا كارثة في الدفاع، منظومة الدفاعية، ما كنقولش الدفاع باش ما نتحاملش على الدفاع بوحدو، المنظومة الدفاعية ديالنا ولات كارثة. غياب ديال أمرابط كي 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 أنا متفق معاك، متفق معاك ولاني هنا هنا حنا والجمهور الكريم المغربي كنا تنقولوا فرصة الوليد فين يجرب دوطر عليه ما عزوزي علاش ما تلعبش عزوزي فهاد؟ خليني عليك علاش؟ خليني عليك أصاحبي، خليني عليك، خليني عليك راه ما علاش قول لي علاش الله يحفظك. قول لي علاش كوب دافريكا دوك يمشيو يلعبوا في الايفان 3 راه تابعنا لي جوز اولمبيك، يمشي يخليو المدرب يبريباري حتى هو على خاطرو هذاك الشرع يمشي بريباري باللعابه راه تياكل في الدق حتى هو تمايا ما يلعبوش الدراري راه هو يمشيو يلعبوا مع يمشيو يلعبوا مع الايفان 3 علاش كوت ديفوار ملاعبين دي يو 19 وملاعبين دي ايفان وملاعبين دي ايفان 3 شكون كونتر المغرب كوت ديفوار لعبوا مع الايفان 3 بدا ايفان 3 كوت ديفوار شو بعدا لعبوا معنا بدا جون شكون اللي بان لك في لي جون يقدر يلعب من غير الخنوس من غير الخنوس اللي اللي بين بانه لاكوب ديفرا لاكوب دافريك لاكوب دافريك الاخر اللي يلعب معنا في المغرب وعزوزي باقي ما لعبش كي غتحكم على عزوز باقي ما لعبش مع هاد ليكيب باقي ما لعبش مع حكيمي باقي ما لعبش مع عطيت الله باقي ما لعبش مع اكرد باقي ما لعبش ميو تير مع اوناحي حتى حنا لعبنا وحدين لاعبين لاكوب دافريك وبانو دايخين غتمشي تكا على الدري باقي ما عمرو لعب في لافريك ما عمرو لعب في دوك الماتش دونك ما عندوش حنا كوب دافريك يمكنش يمكنش اخويا لا شوف هذا الماتش هذا تقول لي انت اللي ما يمكنش حيت جامون دي اللي كان في لاكس ديال لاكوت ديفوار عنده 19 عام شوف هذا الماتش هذا خصنا نقراوه بشكل خصنا نقراوه بشكل القراءة الأولى اللي شفنا وهضرنا عليها كنا ما فرحانينش والأغلبية ديال المغاربة ما فرحوش على على الطريقة ديال اللعب وكيفاش لعبنا وشنو هذا الماتش جاب واحد الكونتكست ان بو سبيسيال راك عارف متى تكون كلاسيتي كاتريام كوب دي موند ديك شي الفرقه دوزيام مو هادي انوغوري وديك التيران تاعهم وجايين يلعبوا تما ما باغينش يخسروا حتى هما فهمتيني كيفاش دونك حتى هما كانوا تري موتيفي تري موتيفي تري تري موتيفي فهمتيني كيفاش وحنا كنا عارفين هادشي لا عارفين انا تنقول لك اونتر تكون عارف ودير ديك شي في التيران بون ميتنون انا ملي تنشوف هادشي كله تنقول خصني نشوفو في لي كومبيتيسيون اوفيسيال مي تجي لاكان واش لقى الحل ما لقاش خصنا لعابه عندهم مناعه من لافريك خصك رضا سليم خصك لعابه اللي كيلعبوا في لافريك وتتالقوا في لافريك ونجوم في لافريك فهمتيني خاص انا تنقول دابا انا خصني نشوف هاد هاد لي زيسي اللي تيدير وهادشي اللي تيدير فين داينا لا بروجيكسيون ديال هادشي فين ماشي انا هادشي اللي تنخمم نبقى نخمم فين هي لا بروجيكسيون لا سول بروجيكسيون اللي ما تتبانليش هي في القصوحيه ديال اللعب في القصوحيه ديال اللعب ما ما من غير امره بدي تنشوفو ونيف اكراد قصاح وديك شي زعما بواحد ليسبري اغريسيف اللعب ريغبيستيك لا بغيت ريغبيستيك ديني هاد ليسبري هذا انا ما تنشوفوش عند بزاف ديال الدراري سميتو اللي يمكن لي تاو نقول الحقيقه راه ما تيبغي ما كانوش قادرين قبيحتي ولي قبيح هو حكيم ما كانوش قادرين يتنفسوا البارح الدراري غنرجعوا الماتش غنكملوا حدنا على الماتش كيبغى ناخذ غير فاصل اشهاري ونرجع مع المستمع ديال كرام برنامج علماء دمارس من طلعته البهية ينبعث سر جماله وروعته وقوته مخلوق عظيم ورائع يرمز إلى قوتنا ووحدتنا إنه الفرس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله معرض الفرس للجديدة يعود في نسخته 14 من 17 إلى 22 أكتوبر 2023 بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة يتضمن البرنامج معارض مباريات محاضرات أمسيات عروض الفروسية والتبوريضة واش خبركم اللي في أغلبية ستاسيونات كيتباعوا جوج أنواع ديال الوقود الوقود العادي والوقود العالي الجودة ولكن كيكون زايد في الثمن بالنسبة للوقود العادي بغيتوا الوقود العالي الجودة بطبيعة الحال ولكن بلا ما نخلصوا أكثر إيوا عليكم بوينغسو الشركة الوحيدة اللي ما كتبيع في ستاسيونات ديالها غير الوقود العالي الجودة بتكنولوجيا عالية وفعالية كبيرة وبنفس ثمن الوقود العادي المازوت ليسانس وين بروتكت بلوس ديال وينغسو كينظف الموتور وكيحميه كيلومتر بعد كيلومتر باش يستهلك قل ويدوم كتر إيوا موعدنا في جميع محطات وينغسو باش تعيشوا التجربة ديال وين بروتكت بلوس قبل ما تخلصوا كتر وينغسو كتعطيكم ديما اكثر 100% باريس
رجعنا معكم مستمعينا الكرام 11:31 دقيقة دائما في الاستماع للراديو مارسي دعمية في المياه الرياضة والموسيقى وبرنامجكم العلماء دمارس دائما الحاجة الماتش أميكال والتعادل 1-1 أمام المنتخب لاكوت ديفوار أن فغي ماتش تيست بالنسبة لليكيب ناسيونال لعبناه يوم السبت الماضي اللي جات حاجة واحدة اللي عجبتني دابا بلا سمح لي قاطعك تيست تيست ديال بصح كون نجيو نديرو شنو هو لي تيست كيل سون لي تيست لي دوزنا في هذا الماتش فهمتيني حمزه قالك باغ اكزومبل الجو كان صعيب هادي فهمتيني ها واحد ادابتاسيون فوالا زيد زعما عطينا انت شي 3 4 5 اللي عندك شنو هما لي تيست اللي بانوا لك دوزنا فهمتيني كيفاش هكذا ما هجمناش بزاف قلتي ما تقدروش ماركيو وين منظومه الهجوميه ديالنا ضعيفه دابا عطيه شي 4 5 ديال المشاكل زائد منظومه الدفاعيه اللي مزيان ثمانية مزيان وما مزيانش شنو بالك مزيان شنو بالك ما مزيانش مزيان ما بالي والو مزيان داكشي تيخلع السي عزني صراحه الله 90 دقيقه وحنا كنستقبلوا في اللعب لورغانيزاسيون لي زيسباس كانوا الارجي بزاف السي عزني مولفين كنلعبوا بالبلوك ديالنا ريدوي مي كتكون عندنا كره السي عزني اول مره نشوف مي كتكون عندنا كره كيبان ليا التيران صغيور كنلعبوا في دي زيسباس ريدوي باك 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 اللي شدها تيبغي يردها اللور نعاودو نبنيو من الاول دوك ولينا كنديروا اغلاط في المناطق ديالنا اللي خلات لادفيرسير ولا تيعاقبنا فاسيلمون ني حلول هجوميه ني غيان دو تو الكره ما قاديش اوفنسيفمون ما قدرناش نبروغريسيو بالكره سي اس دي تو فاسيلمون زعما وبالنسبه لك السبب السبب بوتيتر الكليما بوتيتر سميتو الانسجام مازال ما كاينش مع بعض اللاعبين لانه كاين لاعبين جداد كيلعبوا مع بعضياتهم ماشي الميليو تيران اللي خدا ميلو التيران تاعهم خدا ميلو التيران كان عندنا فراجيل تفوق على نتاعنا خلاهم يمشي يلعبوا فراجيل كان عندنا ميلو التيران فراجيل ما قدروش يصنعوا الكره ما قدروش وهذا راه مشكل كبير بيان سور فهمتيني كيفاش ما يمكنش تبني اللعب او تقدر تستقبل اللعب وانت عندك ميلو التيران او منظومه ضعيفه دفاعيه ضعيفه وفي البوزيتيف المستقبل اش تيبان لك زعما دابا دوزنا بحال اللي قال لك شنو الدروس اللي خصنا ناخذوا من هذا الشيء باش نمشيو لشي حاجه اخرى انا الدرس اللي استخلصت هو ان لا كوب دافريك سي اون اوتر استوار خصها لعابه ديالها السي عزدين لعابه اللي عندهم مناعه ديال لافريك وكاين اللي لما تقول ناخذوا دي جوار من هنا لو بوين دويت على واحد لو بوين ودويت مع ديز وعطيت واحد السميه وكاين اللي كيتسناني نقول هذيك السميه باش يخرج دويت على رضا سليم رضا سليم واش رضا سليم ما عندوش بلاصه دابا هي في ليكيب ناسيونال لا دابا انا تنقصيك واش رضا سليم ما كيلعبش في احسن فرقه كاينه في لو كونتينا دابا انت انا ما فهمت واش هذاك واش اللي جبت ما داتش كوب دافريك بدي جوار لوكو دابا انت انا بالنسبه ليا بالفكره نتاعك تتقول بحال رضا سليم بحال رحيمي بحال باطنا وي زعما هادو يجيو لا 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 اللي عندهم مناعه من لافريك وديفونسيفمون شكون اللي تيبان لك مزيان الديفونس الديفونس خصنا نلعبوا بثلاثه فلاكس جوج ما بقاش خدامه لينا علاش ما خدامه جوج كنستقبلوا بزاف كيدوزوا لينا من الوسط كيدوزوا فلانكات عندنا حكيمي تيطلع بزاف لا شوف هو لعب التيران سي بيان كي نو دون دي سوليسيون حكيمي عندنا تيطلع بزاف وباش تلعب بواحد الظهير هجومي خصك اللي كيغطي عليه ميمكنش ميليو تيران يكوفري هذاك ليسباس كامل عندنا امرابط يكوفري هذاك ليسباس كامل سينو خصهم يكونوا جوج وحنا كنلعبوا واحد اللي خلعني بزاف مورا كوب دي موند لعبنا كونتر برازيل لعبنا كونتر بيرو لعبنا كونتر كاب فير افريك دو سود بوركينا فاسو كوت ديفوار واش فهاد لي سي ماتش ابار الماتش ديال برازيل اللي كيبقى ماتش كاع هذاك ما نحسبوش ماتش اميكال هذاك ما بور مو لانه سيتي بلوس ان ماتش دو غالا كو ماتش اميكال واش قنعكم ليكيب ناسيونال انا قلت لك انا جيت ابري لا كوب دي موند انا سولتكم قلت لكم واش من سالات لا كوب دي موند دابا عام واش بانت لك اون بروغريسيون انا ما بانش ليا انا بانت ليا بان اننا غاديين وكنوليو للور كنوليو هي كنرجعوا واش كان عندك ليكيب ناسيونال مورا لا كوب دي موند فهاد لي ماتش لعبنا ربحنا برازيل 1 تعادلنا 0-0 مع بيرو مع الكاب فير خسرنا مع كود مع لافريك دو سود 1 ربحنا بوركينا 1 وتعادلنا مع كود ديفوار 1-1 لا شوف كون نجيو نشوفوا لي ريزولتا واللعب وديك الشيء لا مي باغ كونت انا بعد نوبه تنبقى نخمم تنقول علاش تنكونوا مركزين مزيان مونطالمون مي تلعبوا مع البرازيل علاش تنركزوا مزيان علاش موتيفاسيون علاش ديك لا موتيفاسيون ما تكونش مع الكاب فير ما تكونش مع لافريك دو سود خمي تزربه خصك تربح لافريك دو سود بوحدو هذاك اللي خصك لا دابا تنقول لك ماتش اميكال با اميكال خاصك تدخل بلا ميم مونتاليتي نورمالمون كيما بغى يكون الماتش واش فهمتيني يا حمزه
ماشي ماتش اميكال ما لا ماتش ميكال باردون ماتش ميكال ماشي ماتش ميكال من سميتو ومين تيكون عندك الفيكتيف هو هذاك خصك تدخل كل ماتش نربح ما كاينش الملاقه لا ميم انتنسيتي لا ميم بروجيكسيون دو جو عقليه هي هذيك انا تيبان لي بعد النوبات ما نقولهاش هكا بحال اللي تختار الماتش زعما فوقاش نكون قاصح فوقاش ما نكونش قاصح فوقاش نكون مركز وحاضر راسي ام حيت لعب نيمار ولا غبا خصني نحضر راسي نمشي ندير لي بيتي بوم ما شي حاجه وديروا مع كيسي ديروا مع بوفانا ديروا مع ديك يايا ما مع سميتو ديروا مع كل شيء غادي خصني نكون انا اللي محكم في اللعب نتاعي وانا اللي محكم في العقليه وديك شيء دونك هو مازال ما وصل جو بونس كو وليد ركراكي مازال ما وصل باش يقول لهم ها كيفاش خصكم تلعبوا خصكم نشوفكم ديما بحال بحال ديما بحال بحال بح ما كاش بح ما مش هذاك نهار السبت ما كاش كليطا ديسبخي اللي شفنا في لاكوب دي موند مثلا هذيك ليكيب لي سودي لو بلوك لي هوموجين لي كلشي كيضارب على صاحبه فهمتيني داكشي اللي انا نضرب على صاحب باش ما يتصيدش وانا نعاون خويا باش ما يتصيدش فهمتيني باش ناس هادشي باش بقى فيه الحال في ماتش ديال كوت ديفوار شوف ما شفت حتى واحد تيقول الاخرين اه جاي طلع ديما ما قادرينش يتنفسوا ما قادرينش يتنفسوا هو كان عبد الصمد تيقول لك زعما هو براسو كان جالس في التيران كله فازك ما تيقول تيقول فهمتيني هادشي اللي تيعاود وي او ها الدراري غنلعبوا في ديك لي كونديسيون زعما ما غنمشيوش نلعبوا لنا كوب دي موند في في بلاد اخرى نلعبوا لنا كوب دافريك غنلعبوا لنا في المانيا ولا غنلعبوا في فرنسا ولا غنلعبوا في ايطاليا فوالا هادي راه غنلعبوا تما في ذوك لي ميم كونديسيون زعما شنو هما الدراري كانوا تيمشيو يلعبوا تما تيجيو رابحين الحل في نظرك انت حمزه ومشيتوا دوبلي معنا لي فور حمزه مشيتوا لافريك كلها وربحتوا بيان سور ايوا علاش نتوما نتوما شيروم راه قلتها لك قلت لك حنا عندنا مناعه ديال لافريك اخويا كريم عندنا مناعه ديال لافريك عارفين كومون سا سباس في لافريك دونك انا لما فهمت حمزه يمكن نمشي ناخذ مغامرات انا في لافريك عنده واحد 30% ديال لي جوار 40% 30% ديال لي جوار ما صالحينش لهاد لافريك الله يعطيك الصحه حتى تقول انت الله يعطيك الصحه يمكن صالحين لنا في شي تيرانات اخرين مي في لافريك شي عالم اخر خصك لي جوار اللي في لونجاجمون مزيانين السي عزدين كيديو لي ديوال في السما كيربحوا دوك اللي وسط منا تيربحوا لي ديوال اللي في الارض كيخشي رجليه مي سي سا انا اللي بقيت نبغض فيه زعما هي ما شفتش كاع الدراري بانوا لي بحال اللي تيزول رجليه ورا اوناحي با مال دو اوناحي تيزول رجليه براسو حريت حريت حكيمي فهمتي تيزول رجليهم ما كانش اوناحي املاح في الماتش كنت اوناحي الكره اللي كيشدها كيلعب اللور بون هادي تقول لي واش تا ماتش اميكال ما يتبليصاش ما يتبليصاش زين خدينا اونت خليلين خدينا في لي زانترفال المهاجمين ديالنا مشاو مورا الظهر ياك حنا اش كنا كنديرو كنا كنجيبو عندنا لادفيرسير باش نخلقو في الظهر باش نخلقو مساحات مورا ظهر ونستغلوهم حتى هذاك اللي غادي يخلقو لنا دوك المساحات كانوا كيجيو يبغيو ياخذوهم في رجليهم من غير عدلي عدلي كان مزيان عدلي مشى تيقلب عاتيب قوتي ما الكره ما كانتش توصل له بزاف حيت حكيمي كان هو عدلي عدلي ما تما منوش لعب في لافريك وشنا ان جوار اللي مسكين قلب على الخدمه دار بروفوكا دي فوت جاب دي فوت وهو علاش عدلي في ليكسيبسيون زعما او ما عمره ما لعب في لافريك حتى هو قال اول ماتش ليه في كوت ديفوار اول ماتش ليه وقال اول ماتش ليه برا المغرب في كوت ديفوار في لافريك ايوه سي فري هو نهار السبت كان هو الميور لا باش عجبني الى سوق اسماني الى سوق كومونس ادابتي خويا كريم وعلاش عزوزي ما غيعرفش ما عزوزي ما عندوش ليكسبيريونس اصاحبي ما عندوش ليكسبيريونس مع ليكيب ناسيونال عدلي عدلي تعدى الخدمه اللي كانوا طالبين له حيت شاب بلا كاين الخلال مش عارف مشى تيقلب عليها هو مشى هو تيدافز عليها الرجوله هذا زعما عطاه يدير هادي هو زاد شي شويه من عنده سا سي بيان هادي مزيانه زينه بزاف عجبني انا والله ديك الوليد عجبني بزاف الماتش زاد من عنده زاد من عنده شي شويه غير هو سي عزدين انا كندوي على ديك لا بيرميوتاسيون اللي خصها تكون بينه وبين حكيمي وناحي في هذاك لو كوتي باش يبان هذاك لو كوتي خدام واش بانت لك انت هذاك الشيء بان لك على حسب لي كونسي اللي تيقول لهم حسب لي كونسي انت ما شوف حنا تنشوفوا حكيمي تيقبطها تيعطيها للاوناهي كان حيت هو اللي كان قدامه ما تجيها باش يلعبوا اون تريونغ تيبغيو يلعبوا اون تريونغ ماشي حاجه ومن الجهه الاخرى سيتي لا ميم شوز غير حارس بقوت اللي كان تيبغي يزيد ولا تيخلي عطيت الله بوحدو عاد عطيت الله واحد الساعه بجاو لي فاك بزاف مسكين راك شي شويه حنا عندنا اريير دروا حنا اريير دروا عندنا بغينا نلبسوا العشرة وبغينا نلعبوا 10 وبغينا ما عرفت فين نلعبوا بغينا سيركوي بريفيس ودافع علينا واش هذا فولترون واخويا حاملين على بوتوك انت ديفونسور اول مهمه ديالك هي الديفوندي
ومن بعد هذاك لابور اوفونسيف كيجي على حساب اللعبه السي عز الدين. لا كانوا لا لقيتي بانك فيزيكمون مزيان وعلى انك تعطي تقدر تعطي لو بلوس اوفونسيفمون مرحبا، اما راه المهمه الاولى والاساسيه ديالك السي حكيم هي الدافع، وانت ديما عندك الروتار. المهم حنا وكوره هذيك اللي حيد اللي تيقول لك لولا تدخل حكيمي راه خصو يكون في الاول واقف تمايا، راه ما حدو جا ودار هذاك دير دار ديك لاكورس ودار هذاك الطاكل باين عنده الروتار اللي قدام البوطول تحت. لا اه بيان سور، لا جي خصها تكون واحد تيجيب لله بالله هادي هاد الماتش هذا هادي فيقو سيليكسيونور، واخا كنعرف لافريك واخا تيقول لك كان في لافريك ولعب وكان وخدم مع الطاوسي وخدم مع هادي مع هادي، تمي تتكون ماشي انت اللي تدرايفي ماشي انت اللي تتحكم، ماشي بحال اللي تتولي انت تتحكم، باسكو ملي ولي تتحكم لا بريز دو ديسيزيون اي امبورطونت مهمه بزاف، وليني دابا خصو تنظن خصو يخمم مزيان واش لو شوا ديال لي جوار اللي تيدير هو هذاك. ميرسي السي عز الدين. واش مقتنع بهم 200%؟ فهمتيني؟ واش مقتنع هذوك اللي خصك لو شوا؟ انا ملي تنقول لو شوا هما هذوك اللي خصك انت لعبتي في لافريك كلاعب السي وليد وترينيتي كادجوان مع السي رشيد وديتيها ولعبتي الفينال مع الزاكي وديتي الويد ديتيها مع الوداد كونتر احسن فريق في القاره احسن منظومه كاينه هي ديال الكره المصريه اللي كاينه في القاره، اشنو خصك يعني عارف اشنو خصك؟ ايوا انا بعد النوبه باش لعبتي شنو بعد النوبه اون طون كونترينور باش دوز لو با وتحرر من شي حوايج، باش تحرر من شي حوايج، باش تحرر من واحد لي زيدي روسو، خاصك تحرر خاصك باش تقوى وتولي مجاد خاصك ترونشي. وي فهمتيني؟ هادو بزاف ديال زونترينور حتى في الفراقي عنده فلان وفلان وفلان مشهورين في الفرقه وديك الشيء ما تيقدرش عليهم، ماشي ما تيقدرش عليهم حيت خيفان نو، باسكو تيولي حتى هو مقتنع بالله هادوك محتاجين بهم، فهمتيني كيفاش؟ تيولي اون طون كونترينور بحال اللي تيتلزموا عليه بدماغه وماشي ماشي شي واحد تيلزمهم عليه نو، ما نظنش غير ديك لا بريز دو ديسيزيون تيلزمهم على راسو تيلزمهم على راسو تيثق في راسو بالله هادوك هما اللي كاينين. بعد نوت ملي تتحرر وتقلص هذا صافي. دابا انا فهمتك بان هذا الاداء هذا اللي ما مزيانش اللي تفرج فيه المغاربه هو غادي يتحرر تخليه ياخذ دي ديسيزيون. اكزامبل اكزامبل هادشي قلت يا عز الدين اللي كيجلس على الكلاسيير نورمالمون هو بيلسا. بيلسا اون فوا شد لا سيليكسيون ديال الاوروغواي سينا كونترا واش التليفون ديالو يصيفط ميساج لما صيفطو صيفطو سواريز وكافاني وموسلير قال لهم ميرسي الدراري على كاع اللي درتو لوروغواي سالات ساعتكم غيطلعوا لي جو عطا كابيتان فالفيردي هذاك عنده فلسفه فهمتيني ما درش خاطر ولا ولي مات واحد هذاك عنده فلسفه كريم باش يقول لا غادي نجيب كافاني سواريز نورمالمون يقول الماتش الاول ولا الماتش الاولى نجيب كافاني سواريز موسليرا نجيبهم بمحكمه لو جروب وديك الساعه هذاك سكريمي طن الله يعاون الله يعاون كريم هذاك كان صيفط لهم ميساج قال لهم سيادنا شكرا لكم بزاف شرفتوا الاوروغواي هذاك عنده فلسفه عندنا اون موفيز جرين دابا خصنا نحيدوها لا ماشي اللعابه اللي شكرا لهم اسمعني لا غير بلاتي غير بلاتي اللعابه اللي شكرا لهم انا ما نتفقش معك على هادشي انا في هذا البوان هذا خويا اسمعني ومعمر نساو خيرهم ويبقاو فوق راسنا الى 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 اخر نهار انا معك كريم ولكن سنه كره القدم هي هذه انا ما نتفقش معك في واحد الحاجه بيلزا بيلزا تخدم بحال ان لابوراتوار باش ملي تيكون في لابوراتوار خاصو دي جوار جون ودي جوار اللي عندهم الامكانيات باش يديروا داكشي اللي هو باغي. بيلزا ما باغيش يجيب شي وحدين اللي داكشي اللي تيدير هو ما داخلينلوش في السيستيم وخصو هو يبدل داكشي كله اللي في عقلو باش يلعب هادوك. دابا تدوي لي على بيلسا بحال اللي كدوي لي على غوارديولا ولا شي واحد اللي تيدي كل عام تيتري اخر غوارديولا اخر غوارديولا باش اسمعني يا حمزه فاش خير منه اسمعني يا حمزه في طريقه اللعب احسن مدرب في العالم في لاتيوري احسن مدرب في العالم اسمعني غنكمل لك احسن مدرب في العالم في طابلو احسن مدرب في العالم خلي غير نكمل لك الفكره هو بيلزا علاش انا نسال لك علاش كان اللي تيصنع علاش ما تديش تيترات؟ وخلي غير نكمل لك يا حمزه وتبقى تقطعني ساعات اسمح لي انا نقول لك كل اللي بغيتي دابوغ بيلزا عنده اون فيلوزوفي شتي مي تدير الطوموبيل الالمان هذيك اللي فيها اللي مشهوره كاين اللي تيصنع الموتور كاين اللي تيصنع الموتور ديال الطوموبيلات العاديين برلين فهمتيني؟ وهذاك الموتور منو تياخذوه تيمشيو يزيدوا فيه باش يديروا الفورمولا 1
دوتر انجينيور داكور بيلزا تيصنع اللعب وتيعطيه لوحدين اخرين بحال غوارديولا بحال هادو كلهم تيشاهدوا به راه كلهم تيقول لك احسن مدرب في العالم هو بيلزا كلهم كونتي ها هو غوارديولا كلشي كلشي اللي بغيتي اللي بغيتي كلشي تيقول الافكار في الافكار علاش واش تيدير هو الا ان باسيون هو بعدا تيمشي لواحد الفرقه اللي الشعب سمعني مزيان اش نقول لك باسيوني الا مشى لمارسي باسيوني الا مشى لريال سوسيداد باسيوني الا مشى لشيلي باسيوني وما تيمشيش بيلباو ما تيمشيش للفرقه اللي تربح بوحدها ان شاء الله زيدرو كل فرقه اللي تربح بوحدها ما عندوش لي زانغريديون باش يلعب هذوك لي ستار هو ما عندوش ما باغيش واجي هو تيدير هو سان لابوغاتوار تيدير شي حوايج وتيعطي الاخرين تياخذوهم ويقادوا داكشي شنو الهدف من هذاك الشيء كامل ديك المقعده واش باسكو لو فوتبول سي فو كريي كي سي كي كريي لو 4-4-2 كي سي كي كريي الدوبل في ام كي سي كي كريي لوزانج راه شي واحد صنع هذا الشيء وجاو خدين واحد اخرين خداو داك الشيء ولعبوا به نعم داروا به نتائج وحدين اخرين ولكن شكون اللي صنع بقات شكون اللي صنع حمزه راه شي واحد طوع وصنع شي حاجه وخداو واحد اخرين وزادوا فيه حيت دابا انا لي زونترينور كلهم اللي تنعرف ما جاش شي واحد شنو بقى لنا اللعب دويت ما كاينش ولا كان سيدي مولاي شي واحد يخرج لنا شي لعبه جهنميه دويت كلشي تيلعب 4-4-2 4-3-3 5-3-2 هادشي اللي كاين وني هاد راه شي واحد صنع هاد اللعبه هادي شي واحد دار هادي هذاك اللي دار راه دار مسكين وحدين خداو داكشي وطوروه باش طوروه طوروه بلي جوار اللي عندهم طوروه بدي جوار اكسبيريمونتي اللي شارين بالملايين وداكشي الاخر تياخذ وحدين عندهم 20 عام 22 عام وعنده ان ديسيبلين خاصك الا لعبتي معاه تيدير لك دي تيست بس 60 مينوت تلعب او ماكسيموم دو ماكسيموم تاعك 60 دقيقه خاصك تلعب 60 دقيقه ا اوت انتنسيتي تري اوت انتنسيتي ولا سخفتي ما كاين مشكل تيسامح لك سي تان لابوراتوار هو عنده لابوراتوار اون 2018 بيال كان اللي تيخرج الدواء كان اللي تيخرج الدواء وكان اللي تيطور الدواء 2018 بيالسا دار اون انترفيو توت ان ساشون بانه ما كاينش لي انترفيو بيالسا وقال لهم بانه سي تخي ديفيسيل دو كري كيلكو شوز دو نوفو دون لو فوتبول اكتويلمون مي سي بوسيبل دو رابورتي دو باسي دي شوز كوجوردي اون سيس دوتيليزي فوالا سي لا كرياسيون اوسي سي لا كرياسيون باسكو تا هو ورا ما جاش الكره تلعبات قبل منه ودرب وحدين قبل منه وقبل منه وقبل منه وداروا نتائج داروا نتائج بيان سور وما دار حتى والو لا عطي النتيجه اللي عنده حمزه لا عطيك لا لا عطيك سير دغيا دغيا لا عطيك لا 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 هذه لي امبورطون سامح لي شنو هي النتيجه واش تربح كل واحد يشوف النتيجه بشكل انا عندي النتيجه ندير واحد الحاجه المغرب فاسي ما تديش الالقاب كل خطره ياك واش كتفكر ليه اش كتفكر للمغرب الفاسي دابا حنا في المغرب الفاسي كتفكر الالقاب ديال المغرب الفاسي مما تتربحش ما بغياش انا تتفرحني تمشي نتفرج فيها يا د لا باسيون الجمهور كاين كلشي كاين شوف الكره كاين اللي تيبغي الالقاب خد براسو مع الالقاب ولا ربحهم برافو عليه انا اللقب اللي عندي هي نفرح الجمهور ونفرح المدينه ونفرح كلشي يا دابا وليد لمشى وفرحنا بلا ما يدي تيتر غنكونوا فرحانين به راه فرحنا وما داش التيتر لا لا داكشي بوحدو لا كيما حنا اكبر تضامن فرحنا وخرجنا للزنقه طون 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 لا ما ربحناش ما ربحناش لا كوب دي موند ما ربحناش ولكن فرحنا تفوت حتى الدوزيام تور بغيتي تربحها ماشي سوقي لا تكون جينا هضر هضرتك كان خصو يجيب الكاس لا ولكن دابا كوب دافريك اللي جايه لا ما تقوليش دابا كوب دافريك جايه الا لعبنا كره واعره اي انا برازيل 82 انا وخصنا في الجروبات غتفرح 80 انا كعز الدين عماره ما غتفرحش 80 انا كعز الدين عماره اللي تيفرجني تنفرح له الا كنت تنبغي شي فرقه بحال ليكيب ناسيونال ولعبات مزيان داكشي هي ديزاليا كاين حوايجات اخرين تيدخلوا انا كحمزه بورزوق اللي كيربحني كيفرحني اللي تيدي تيت انت اللي كيربحني لا انا انت كيف شوف ربح كيما بغيتي سمعني انا مكلين انا قبل من عندك هادي لي زامي انا 5 دقائق انا نجيب قصديره وما نكونش فرحان حيت ما لعبوش مزيان سما انتريس با وربح بفرقه عندها 1000 عام سمعني انا جيب ديك جيب هذيك اللي عندها لودينات هذوك المنظومه وهذاك الشيء ديالك خليهم عندي حمزه انا فرقه عندها 1000 انا لا باسيون تاعي ماشي هي تجيب المولات لودينات
الا جبتيها ولعبتي مزيان فرجتيني وي جيب لي القلوش. اما الا جبتي القلوش وانت لاعب زامي زامي الله يخليكم الله يجازيكم بخير اصدقاء. انتوما دايرين هكا الله يجازيكم بخير سي عزتي. اش من طاري عزتي لا ما داك ما معلش البرنامج هذاك هذاك مخرج تاع تاع برشلونة ما تبقاش تدوي معانا اش يهضر بالتاريخ وما تكون لا يعترف الا بالالقاب بالقلوش. اسمعني ما تكون تحت الحفره ما بقى لا تاريخ ولا سيدي سكري فهمتيتي في الحفره بقول لهم وعقلت عليا وانا هو اللي ديتها اش غادي يعقلوا عليك لي زامي. بعد لا بريستاسيون امام لا كوت ديفوار شنو بان لكم في كود افريكا؟ وا سي تا ماتش ماتش دو بريباراسيون خويا حكيم. لا كريم لكن غادي اسمح لي حكيم زياش لكن غادي لكن غنحكموا على المدرب وعلى هاد اللاعبين هذا الماتش صافي ديرك ما كنفهموا والو. انا سولتكم انا ما نحكمش تيلعبوا لا كوب دافريك تيبداو حتى ولينا عارفين اش كيتسنانا لا من الاجواء لا من المناخ لا من ديك لانتونسيتي اللي قلقاو في اللعب لا داك لا كومباتيفيتي عارفين اش كيتسنانا لعابه. انا عجبك خداو واحد خداو واحد لاجيفل مزيانه خداوها مزيانه انا كنت كنتمنى هاد لو سيناريو يدوز بحال هكا ما كنتش كنتمنى زعما نكونوا مزيانين وداك الشيء باش ما نعسوش في العسل ونقولوا فوالا راه غنمشيو كوم فافوري لا كوب دافريك. دابا هاد لاجيفل اللي خدينا خويا كريم مزيان صافا فير دو بيان الفا فير دو بيان. لا انا نقول لكم فرانشمون انا كنت نتمنى نربحوا بواحد 3-0 ويلعبوا مزيان تكون بخير ونتفرج وداك الشيء. لا لا هذا الشيء اللي كنت انا نتمنى. لا نكذب عليك انا ما كنتش نتمنى يديروا شي قصيده هذا باش نجيو ونهضر ونقول لهم اشتي لافريك ماشي بحال لا كوب دي موند داك الشيء. انا كنت نتمنى يربحوا بشي 3-0 يعطيهم قتله ونجيبوها بخير وسط بلادهم وما باغين يعطيو اسيرونس للجمهور ديالهم على انكم قوا بلادهم داخل بقوه باش يدي هاد لا كوب دافريك حتى وكنتي باغي تضربهم في بلادهم. شوف انا ومالهم انا خديم الجن باش نربحوهم خلي انا معاك عرفنا ضربناهم في بلادهم انا واحد يمكن جوج لا بجوج هذيك في لا كوب دافريك هذيك تاع العليوي. انا 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 كتنشوف ابخي مي تنجيو نحنا نهضروا في هذا الماتش هذا بحال اللي قلت قبيله عطيتني لي موفي بوين وعطيتني لي بون بوين اللي يمكننا ايفونتيولمون نصلحو باش نمشيو بعيد وديك الشيء. ولكن انا نتفق مع المدرب مع المدربين بزاف وديك الشيء تيقول لك شوف انا خصني نكون بري فوق التورنوا بيان سور بيان سور نتمنوا حنا ليكيب ناسيونال ان شاء الله انا خصني نكون انا وتكون في نهار في لاكوب دافريك عزتي خرجتي على السيطار انت خرجتي على السيطار وانا كريم حنا راه ماشي بري بعدهم من الدراري لا ميوت اي سبور مع صديقنا ايوب خطري تلقاو غدا صافي سالينا ان شاء الله الله يجعل الشيء جيت شي نساعه لكن ودادكم ان شاء الله دابا شويه مع الوداد ما لعبش الوداد روبو حتى ما عطيهم روبو لكن بريباري السوبر ليغ قالك ما كيلعبش الوداد حيت دابا كلشي جالس كلشي جالس برافو برافو الناس ديال الوداد اللي ريكتيفيو لو تير ديال الناس المسؤولين على السوبر ليغ واللي كانوا ما غيشاركوش كاريمون ابون وي علاش لانه ما عرفوش رسموا خريطه مزيان ديال وكانت اون رياكسيون ديال الوداد واللي مشاو بعيد قال لهم حنا ما بقيناش لاعبين السوبر ليغ وتصايبات وتعوضات وتحطات كيما خصها تحط هذه خصها تكون في كل شيء وي سي فري كاع لي دومين وانا ما كرهتش لا مينوت اي سبورت باغي تدوم معايا لا مينوت المغرب ايوب ان شاء الله الى اللقاء لا مينوت اي سبورت. هذه الفقره بشراكه مع الجامعه الملكيه المغربيه للالعاب الالكترونيه. دائما في إطار المتابعة ديالنا لنتائج الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم للعبات كرة السلة الإلكترونية، حقق منتخبنا الوطني المغربي رقم قياسي لعدد النقاط المسجلة في تاريخ